السلام عليكم. اليوم رانا في الحديقة تاع أحمد ريدوح، هذه اللي درنا عليها عدة فيديوهات من قبل، واليوم رانا في عين المكان والأشغال، نروحو نشوفو الأشغال. إذن نشوفوا النوعية تاع الأشغال. واللي تظهر جيدة. شكل وسمي. وهنا عندنا منظر جميل على المدينة تاع جيجل. اللي تظهر كبيرة يعني ما شاء الله، وجاية في مكان جميل جدا، يعطينا منظر رائع على المدينة تاع جيجل، واللي حسب المنظر هذا أقل ما يقال عن مدينة جيجل أنها راهي قيد الأشغال. المدينة كلها راهي قيد الأشغال، يعني تقريب كل البنايات في جيجل راهي في حالة ورشات. زيد نتوغل في الحديقة هذه. والله جميلة جدا المهم هو أنه يحافظوا عليها وتكون فيه صيانة دورية والاعتناء بالأزهار والنباتات. وكذلك هنا من هذه المنطقة نقدر نراقب عملية نتاع البناء في وسط مدينة جيجل. وهنا نلاحظ فيه ملعب نتاع ليبول، وكذلك فيه ملعب نتاع كرة قدم. والله شيء مليح هذه الحديقة، سهل الإنسان يتنقل إليها. والحقيقة تعبت باش وصلت لها، لأنه الناس ما تعرفهاش في جيجل، أغلبية الناس اللي تسقسيهم يقول لك ما نعرفهاش، يعني تعبت باش لقيت المكان تاع الحديقة هذه، واللي فيها زوج مداخل. فيها زوج مداخل، فيها مدخل تحت من تحت، وكاين مدخل من الفوق، وجاية في مكان استراتيجي حيث انه البنايات كل البنايات يعني تحيطها من كل جهة، جاء في وسط عمراني. خليكم تابعوا الفيديو على النهاية، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
خمسة وخمسين.